بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن خطة وزارة الموارد المائية تقوم إدارة صيانة مشاريع ري وبازل دي قار بأعمال تطهيرات في الجداول والمبازل المنتشرة على مساحة محافظة دي قار. نحن هنا في موقع شط الكسر كيلو 7. إجراءات إدارة صيانة مشاريع ري وبازل دي قار هي تطهير هذا الجدول لإيصال المياه إلى المستفيدين، والحمد لله وشكر الآن نسبة الإنجاز حوالي 60%. أنجزنا 7 كيلومترات المرحلة الأولى بالكامل، واليوم باشرنا بالمرحلة الثانية طول 6 كيلوات، يعني الطول الكلي 13 كيلومتر، يبدأ من ناظم الصدر في الحمزة وينتهي في جسر غويزة كيلو 13. الحمد لله والشكر، رغم أنه نسبة الإنجاز 60% تقريباً، لكن بالأمس وصلت المياه إلى أبعد نقطة وأكثر الجداول المتفرعة من شط الكسر. الحمد لله والشكر وصل بها الماء، ونلمس طبعا هذا بجهود ومساندة وزارة الموارد المائية المتمثلة بمديرية الموارد المائية، شعبة الموارد المائية في الغراب، وشعبة الموارد المائية في ناحية أور بكل بإداراتها وكل منتسبيها، إضافة إلى مديرية الموارد المائية ودعم مباشر من قبل مدير صيانة مشاريع ري وبزل دي قار رئيس مهندسين أقطم حسين عبد الرضا. فالحمد لله والشكر الآن وصلنا إلى نتيجة مرضية، ونتمنى أن يعني يستمر تعاون الأهالي وتعاون القوات الأمنية من أجل إيصال الماء ومعالجة كل شحة مياه تطرأ إن شاء الله. رئيس مهندسين أقدم عباس شاسب، إدارة صيانة مشاريع ري وبزل دي قار.